من خلال هذه الشخصية قدرنا فتنا على أكثر من بيت وعلى أكثر من قصة، وقدرنا سردنا أكثر من واقعة حقيقية. فغريب لبنان كان في زمن وديعة، غرابة حي الصنوبرة في زمن بيروت، بيروت قصر البيكاديلي والمسرح الوطني تحت سماء واحدة. بيروت بين مسرحين، الأول هو القصر المخملي الذي صار مسرح الست فيروز والأخوين رحباني، فيروز المحطة والبلد يلي كل شي فيه بيصير، حيث البطاطا بتصير محطة والتران بيمشي بلا خط. بلد العجائب والغرائب في مسرح النقد الذكي المهذب المبطن والضحك والتصفيق الساخر والمنافق. مسرح الأحلام وقصر النجوم كان قصر البيكاديلي، رقصت على خشبته فرقة باليه البولشوي، وغنت في رحابه الفنانة داليدا. أجمل الأفلام السينمائية العالمية عرضت على شاشته، عروض تختصر لبنانا يقابله لبنان آخر في المسرح الثاني، المسرح الوطني، مسرح شوشو، الذي يعطي صورة واقع لبناني مختلف دون لف أو دوران. مسرح الصرخة الباكية الغضبة الآسفة على بلد صار بلد شحادين، مسرح الآخ يا بلد. ملحمة المسرح الشعبي اللبناني كانت مسرحية آخ يا بلدنا، لقاء بين كبيرين من لبنان، شوشو حسن علاء الدين ورجع عساف. مسرحية خلاصتها أغنية اختصرت الوجه الآخر للزمن الجميل في لبنان، أغنية مشهد مظلم مؤلم، شحدين يا بلدنا، أغنية الآخ على بلد بات يشكو من تفشي الاحتيال والظلم، من العطش والجوع في زمن التجارة والاحتكار، زمن الطفر في عهد السرية المصرفية. آخ يا بلدنا، مسرح لبنان كما كان يراه شوشو الخائف على الأرض التي كانت تباع للأغراب والجرائد للسفرات والضمائر للجواسيس. لبنان شوشو الثائر على الفساد والفاسدين، حيث كل شيء معروض للبيع، وحيث يتساوى الصغار مع الكبار بالسرقة والمتاجرة. وكما سؤال وديع عن مصاب اللبنانيين في ذلك الزمن، هكذا تنتهي أغنية شحادين يا بلدنا بأسئلة شوشو لمحبي مسرحه: ليش منسرق؟ مسألتونا. منسرق لأنه سرقونا. ليش منبيع؟ ما سألتونا. منبيع لأنه باعونا، سرقونا الكبار، باعونا الكبار. وتنسدل الستارة على زمن الوجع الصامت الساخر. الستارة مع القضية الفلسطينية وضد الكفاح المسلح، مع الجيش اللبناني وضد العمليات الفدائية، مع لبنان وضد لبنان على أرض واحدة. أما حي الصنوبرة، حي وديعة، فكان يعيش في ذلك الزمن على هامش الفئتين والطبقتين المخملية والمناضلة، ولكنه كان يتفاعل معهما ويتأثر بأحداثهما. كيف كان حي الصنوبرة؟ وأنت كيف كنت تتأثر بهذا لبنان المنقسم على نفسه بشكل من الأشكال؟ أكبر مثل وأصدق دليل على ما الذي وكيف كان يمثل ويجسد حي صنوبرة هذا اللبنان المنقسم هو أنه، وهذا للأسف، حي صنوبرة أنا ولد من أولاده، زملائي في المدرسة، رفاقي في المدرسة، علي فواز، سمير شمس، محمد شبو، سمير يعقوب، إلي حداد، هول هن الفريق المصغر لإلي. أنا مارومي، سمير يعقوب روم أرثوذكس من زغرتا، إلي حداد كاثوليكي من جبل نيحة، محمد شبو سني من شو اسمه
مجموعه رفاقي يلي كنت اطلع انا وياها على السينما، نروح سوا على المدرسه، نرجع سوا المدرسه، لانه كنا اولاد الحي وكنا مسجلين في نفس المدرسه. المدرسه اللي انا كنت فيها واللي حياتي عندها في هذا الكتاب، مدرسه الليسي الياباني، كانت نموذج تعليمي وتربوي. الاساتذه كانوا من كل مكان من لبنان، كان فيها اساتذه ومعلمين من كل الالوان ومن كل الطوائف، كان فيها تلاميذ من كل الطوائف ومن كل المجتمعات، المتيسره والفقيره والوسطى والى اخره. تخرج منها مش بس سليم بدوي، تخرج منها مثلا نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان، الليسي الياباني. ليش؟ لانه كانت مدرسه ناجحه، وكانت مثل ما قلنا في منطقه على تماس، بس قبل ما كانش في خطوط تماس، اجت الحرب هي اللي وضعت هذه الخطوط وفرقت ما بين المنطقتين، وخلت انه اللي كانوا يبعثوا اولادهم من المناطق اللا مسيحيه الى هذه المدرسه يسحبوا اولادهم ويهربوا فيهم. وحتى في عائل، في عائلات كانت تسكن هذا الحي لحتى تكون قريبه من مدرسه اولادها، كمان اضطرت بعد هذه الحرب ان تهرب. هي على مستوى التدريسي والتعليمي والتربوي ورفاقي انا في المدرسه. اما على مستوى اخر، حي صنوبره هو من اكثر الاحياء يلي تم فيه تهجير مناضلين من الحزب القومي السوري، من الحزب الاشتراكي، من الاحزاب اللي هي ما كانت الاحزاب الشيوعيه، الاحزاب الماركسيه الى اخره، يلي جاءت هذه الحرب وعملت هذا الفرز السياسي ما بين المناطق. صار اللي من يؤيد القضيه الفلسطينيه والكفاح المسلح يرحل الى المناطق الغربيه حيث نفوذ منظمه التحرير وغيرهم، و الأحزاب المسيحية في هذه المنطقة ما عادت ترضى وتقبل أنه يبقى فيها مناضلين ومسيسين من غير قناعات وغير خط السياسي. فلبنان قبل الحرب، لبنان حي صنوبرة مثل لبنان نفس الشيء، حي صنوبرة قبل الحرب، وأنا شاهد على أكثر من لقاء بصالونات حيث كانت تحتدم النقاشات والحوارات ما بين من هو يؤيد القضية الفلسطينية أو عبد الناصر والعروبي إلى آخره، ومن هو يدافع عن فينيقية لبنان وعن مسيحية لبنان وعن حرية لبنان وعن سيادة لبنان وإلى آخره. هكذا كان حي صنوبرة إلى أن جاءت هذه الحرب مسحت لون وعومت لون. وهون نقول أنه كيف بالنهاية هذه الحرب غيرت وجه حي، ولكن بالنهاية غيرت وجه الوطن. التهجير صحيح، التهجير ساهم في تعقيد حتى التركيبة السكانية المعقدة أصلا في لبنان، واللي كانت قائمة، تفضلت بالحديث عن الميثاق الوطني، ميثاق الاستقلال اللي غير مدون أصلا، اللي بمقتضاه تم تحديد عناصر معينة، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس الكذا، وكل هذا في سياقات معينة. طبعا كان حينها أهم شيء أن يتخلى مثلا المسيحيون عن انتمائهم إلى العالم واعترافهم بهويتهم العربية، والتخلي عن طلب الحماية الدولية، فيما المسلمون أيضا تخلوا عن فكرة الارتباط بسوريا. لكن كل هذا لم يدون حينها، وتأثيراته لن تكون إلا كارثية بالنهاية. فأظن بأن التعقيدات تأتي من هنا يعني، أو حتى قبل، من فترة حتى قبل مرحلة الانتداب الفرنسي يعني، لأن أو في تعاطي هذا الانتداب مع مخلفات الإمبراطورية العثمانية. عدنان حابب أن نوقف عندها عيلة من بلدة الضمور التي تعرضت لمجزرة رهيبة بأوائل الحرب، تهج
هجروا أهلها كلهم إلى المناطق المسيحية الآمنة، وعائلة من هذه العيال اللي تسكنت بحي شنوبة، وعم يخبروا قصتهم شو إلى ما تعرضوا له من مجازر، وكانت كلها مدبرة من النظام السوري يعني، ولكن بأيدي من لواء اليرموك الفلسطيني وأسلحة فلسطينية بالآخرية، على أساس أنه حافظ الأسد وقتها كان همه تركيع اللبنانيين كلهم بكل اتجاهاتهم، يشجع لارتكاب مجزرة في هذا الجانب ومن ثم في الجانب الآخر لحتى الجانبين يستدعوا له هو كمنقذ وكمخلص. فالمهم شو؟ المهم أنه هذه العائلة أو هذا العجوز لما خبر هذه الخبرية عن شو تعرضوا من مآسي بمجزرة الضمور، بالنهاية كيف انقتل ابنه اللي كان عم يدافع عن مرته وولاده وعن بيه وأمه إلى آخره كذا، ولكن شو بيقول له اسود وجهه طارق اللي كان عم يستمع لهذه القصة، على الرغم من أنها لم تكن المرة الأولى التي يكتشف فيها ما حل بأهل الضمور، ولكن ما سمعه من أبو أسعد، أبو أسعد هو هذا العجوز الضموري اللي عم يخبر عن تفاصيل المأساة الضمورية مسقية بدموع أم أسعد، مزق قلبه وحطم فيه عزاء الرجال. هو القبضاي طارق كان أحد القبضايات أبو الغضب المقاتل منذ اللحظة الأولى، وجد نفسه أعزلا أمام فاجعة هذه العائلة، فتش عن الكلمات لمواساة العجوزين فلم يجدها، حاول أن يختار عبارات تبرر وساخة الحرب فلم يفلح، خانه قاموس البطولة والشهادة ومعركة المصير، وفي محاولة أخيرة لتعزية الوالدين المجروحين قال: إن أسعد يا أبو أسعد كما الكثير من الرفاق استشهدوا من أجل الحرية. حلو كتير، حلو كتير، كل الحروب والثورات. شو بجاوبه أبو أسعد؟ بيقول له: ولكن أجابه أبو أسعد باكيا: أين هي الحرية حين تموت؟ وما نفعها بعدما